تدارست الحكومة موضوع الطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، وأكدت بهذا الخصوص أنها لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقاً وفق القوانين الجاري بها العمل، وأن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون. وأكدت الحكومة أنه لن يكون هناك أي تراجع عن المرسومين المنظمين لسلك التأهيل التربوي وللمباراة، وأن الحوار سيتواصل وفق هذا الإطار. والله ما تخلعني.